السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم. النهاردة موضوع عن موضوع وظائف حي الطاقة النووية عملت على موقع إلكتروني عن وظائف خالية عندها لحوالي 250 وظيفة. هنتكلم النهاردة عنهم وهنعرف ايه هي الوظائف دي وايه التخصصات المطلوبة، كل طبعا تخصص على حدة لوحده، وهنعرف التفاصيل الخاصة بالتقديم وشروط التقديم والأوراق المطلوبة عشان أقدم في هذه الوظائف. كل التفاصيل دي هنعرفها مع بعض دلوقتي ان شاء الله من خلال موقع اليوم السابع اللي نزل الخبر، وكان كالاتي: اعلنت هيئه المحطات النوويه عبر موقعها الالكتروني الرسمي اللي هي عن الاعلان رقم 2 سنه 2021 بحاجتها الى شغل لبعض الوظائف بالتعيين عن طريق المكافاه، وتتلقى الهيئه طلبات الحصول على الوظائف داخل مقرها الرئيسي في العنوان اللي هقوله دلوقتي يا جماعه: 4 طريق النصر، ميدان الرابعه العدويه، مدينه نصر، محافظه القاهره. 4 طريق النصر، ميدان ربع العدوية، مدينة نصر، بمحافظة القاهرة. ناخد بقى الجزئية التانية. وحددت هيئة المحطات النووية في إعلانها إنهم من المقرر بدء بيع وسحب كراسات التقدم على إعلان الوظائف الشاغرة بالهيئة بدءا من اليوم الأحد اللي هو بتاريخ النهاردة يا جماعة، ولمدة 3 أسابيع حتى الأحد 3 يوليو. يعني التقديم هيبدأ من النهاردة الأحد اللي هو المدة 13/6 هينتهي في 3/7 الجاي ان شاء الله. فين بقى؟ زي ما قلنا بمقر الهيئه بمدينه الرابعه العدويه من الساعه 9 صباحا وحتى الساعه 6 مساء. هنيجي بقى لتكلفه الكراسه انت هتشتريها او ملف التقديم. وتبلغ تكلفه الكراسه للوظائف العليا 200 جنيه، والعاديين اللي هم غير الوظائف العليا هتبقى 100 جنيه. سيتم سدادها، هتدفع يعني عن طريق ماكينات الدفع او نقدا من خلال فرق ومجموعات ستقوم بتقديم وتسديد كافه الصعوبات للراغبين في التقدم من شتى جميع انحاء الجمهوريه بمقر الهيئه. يعني يا جماعه التقديم ده كراسه للناس اللي هي معاها مؤهل عالي ب 200 جنيه، والناس اللي هي مؤهلات الباقيه الثانيه هتبقى 100 جنيه. التقديم هما تدفع عن طريق مكانات الدفع، او في ناس هيبقى في فرق متخصصه الوزاره او هيئه جنويه خلوهم ناس مختصة بانها تاخد الفلوس وتقدم كراسات او ملف التقديم. وكمان التقديم لجميع انحاء الجمهورية، يعني ممكن اي حد من اي محافظة ثانية يجي يقدم اذا كان الوظائف والشروط اللي هنقولها متوافقة فيه ان شاء الله. نيجي بقى للوظائف والتخصصات نفسها اللي هم طالبينها في هيئة الطاقة النووية. نبدأ ان شاء الله بالوظائف القيادية. مطلوب 11 وظيفة قيادية بالدرجات الأولى لشغل وظيفة مدير عام بمختلف التخصصات والمواقع، دي أول حاجة. تاني حاجة نيجي بقى للسادة المهندسين، الناس اللي هي معاها هندسة. المهندسين مطلوب 121 مهندس بمختلف التخصصات الآتية: مهندسين وقاية، تخطيط أجهزة، تشغيل، اتصالات، صيانة، محلل تهديدات، جودة، سلامة، حاسبات، مفتش حماية، مفتش أمان، مهندس تدريب عام، تشغيل أنظمة، مواد وكواشف، برامج صيانة، أخصائي قياس، مهندس أنظمة، أخصائي فيزياء، إضافة إلى تخصصات هندسية أخرى كثيرة. يعني يا جماعة اللي تم ذكره من وظائف خاصة بمسار المهندسين ده جزء بسيط، فيه طبعا تخصصات تانية كتير. نيجي بقى للجزئية اللي بعدها أو التخصص المطلوب التاني. الناس بقى اللي هي خريجة علوم، 13 وظيفة أخصائي علوم بمختلف الدرجات الوظيفية، تمام. وظائف بعد كده بقى وظائف إدارية ومالية وفنية، 100 وظيفة بمختلف التخصصات الإدارية والمالية والتجارية والفنية، وهي كالتالي: عدد 8 محاسبين، يعني هم عاوزين 8 محاسبين، 2 أخصائي اقتصاد، 1 مدير إدارة مخازن، و1 مدير إدارة المحاسبة. نيجي بقى المجموعة اللي بعد كده، التخصص التالي، مجموعة الوظائف اللي هي المكتبية. الوظائف اللي هي المكتبية: 10 سكرتارية، 20 سائق، 5 عمال خدمات، 15 مندوب أمن. 10 سكرتارية، 20 سائق، 5 عمال خدمات، 15 مندوب أمن. مجموعة وظائف التنمية الإدارية، تمام؟ مجموعة وظائف إيه؟ التنمية الإدارية: 1 أخصائي أمن، 2 باحث قانوني، 4 باحث شؤون إدارية. يعني عدد، يا جماعة أنا بقول العدد، يعني عدد 4 أفراد باحث شؤون إدارية، عدد 2 باحث شؤون قانونية، عدد 1 أخصائي أمن. نكمل بقى: 2 أخصائي تخطيط، 1 أخصائي تشغيل خوادم، 4 أخصائي شؤون إدارية، 2 أخصائي علاقات عامة، آخر حاجة عدد 2 باحث قانوني ثالث.
نيجي بقى للتخصص بعد كده مطلوب برضو مجموعة الوظائف الفنية، اتنين عدد اتنين فني مساحة، اتنين فني سلامة وساحة مهنية، تلاتة عدد اتنين فني وسائل نقل، عدد اتنين فني وسائل نقل، تلات ممرضين، آخر حاجة تلات ممرضين. التخصص بعد كده مجموعة الوظائف القانونية، اتنين محامين، عاوزين اتنين محامين. مجموعة الوظائف الطب البشري، عاوز اتنين طبيب تاني وخمسة أطباء ثالث، اتنين طبيب تاني وخمسة أطباء ثالث. طب نيجي بقى لآلية التقديم على وظائف الكهرباء، ايه هي الآلية اللي هم حاطينها أو الشروط اللي هم حاطينها عشان نقدم في هذه الوظائف؟ حددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة كيفية التقديم على الوظائف التي أعلنت عنها هيئة المحطات النووية للتوليد الكهرباء من خلال سحب ملف التقديم من مبنى الهيئة، وعنوانها في 4 طريق النصر، ميدان رابع العدوية، مدينة نصر، محافظة القاهرة، مقابل دفع الرسوم المقررة، والدفع يكون بمقر الهيئة عن طريق ماكينة التحصيل أو نقد. اللي احنا قلناه في البداية يا جماعة لو هيبقى 200 جنيه للمؤهل العالي، والمؤهلات الباقي هتبقى 100 جنيه تمام. وانا طبعا التقديم لاي حد على مستوى الجمهوريه، ممكن اي حد من اي محافظه يجي يقدم في هذه الوظائف اذا كان ان شاء الله تنطبق عليه، ان شاء الله يكون في خير للجميع. نيجي بعد كده بقى للتقديم شخصيا وفي موعد اقصاه 3 اسابيع. يعني يا جماعه التقديم كل شخص عاوز يقدم هيقدم بنفسه هو شخصيا، والتقديم ده مفتوح من تاريخ النهارده 13/6 النهارده مع حضراتكم، هينتهي يوم 3/7 الشهر الجاي ان شاء الله 2021. اكدت الهيئه ان التقديم يكون شخصيا بعد استيفاء المستندات في موعد اقصاه 3 اسابيع من تاريخ نشر الاعلان، مرفقا بصور المستندات الواجب تقديمها. تاريخ نشر الاعلان، تاريخ نشر الاعلان النهارده اللي هو الاحد 13/6 تمام. بعد ما تخلص استيفاء اوراقك ومستنداتك تروح تقدم بنفسك. اختار بقى بعد كده اختار المستوفين للشروط بموعد ومكان الاختبار. بعد ما عمل الاوراق يا جماعه شوف مين المستوفين ومنطبق عليهم الشروط، هيتم اختارهم بايه؟ بمكان وموعد الامتحان. وقالت الهيئه انه سوف يجري اختيار المستوفين للشروط بموعد ومكان الاختبار والذي سيعرض لهذا الغرض، يعني هيتم عقد هذا الامتحان عشان يختبروه. نيجي بقى في تنبيهات برضه في نفس الموضوع، نفس الجزئيه، لن يلتفت للطلبات الوارده بعد الميعاد ولن تقبل طلبات البريد. يعني يا جماعه الطلبات اللي هتقدم بعد الميعاد مش هيبصوا لها، والطلبات اللي هتبعت عن طريق البريد مش هيعملوا بيها حاجه، لازم تروح بنفسك ويكون قبل الميعاد اللي هو 3/7 اخر ميعاد. واكدت الهيئه انه لن يلتفت الى الطلبات التي ترد بعد الميعاد او غير مستوفاه للشروط المطلوبه كامله، ولم تقبل الطلبات بالبريد. حتى يا جماعه الطلبات اللي هتبعتها سيادتك مش مستوفيه الاوراق المطلوبه والشروط المطابقه على حضرتك مش هيبصوا لها. نيجي بقى كده الشروط اللي توفرها في الوظائف المطلوبه للتعيين. يعني حته الاستيفاء بقى هي دي الشروط اللي هم عاوزينها تكون ايه متوفره في حضرتك وتجهزها لهم. طبعا وظائف الدرجه الاولى لا يزيد السن عن 45 سنه، اللي هي وظائف القياديه لا يزيد السن عن ايه؟ عن 45 سنه. وظائف الدرجه الثانيه 40 سنه. والدرجه الثالثه والرابعه اللي هي مكتبيه معنى صح، الدرجه الثالثه والرابعه والخامسه لا يزيد السن عن 35 عام. التقدير يا جماعه التقدير بيكون جيد، إجادة الحاسب الآلي، إجادة اللغة الإنجليزية، استيفاء جميع المتعاقدين للوظائف الشروط الواردة بلائحة نظام العاملين بالهيئة، واختبار الاختبارات المقررة في هذا الشأن. ده كان الموضوع الخاص بوظائف هيئة الطاقة النووية والتفاصيل. بس هعيد على حضراتكم إن طبعا الميعاد هيكون من النهاردة 13/6 لحد 3 يوليو بميدان رابع العدوية من الساعة 9 الصبح التقديم، هتروح تسحب الكراسة المطلوبة اللي هي مستند ملف التقديم يعني، وممكن تروح من 9 الصبح تبقى هناك لحد الساعة 6 آخر النهار. الدفع هيكون نقدا أو عن طريق مكانات التحصيل، طبعا ادفع نقدا أحسن لك يعني كاش على طول أو أسرع، وتاخد الملف بتاعك وتستوفى الأوراق المطلوبة فيه وتيجي خلال بقى 3 أسابيع دي تقدم، يعني تخلص نفسك بدري بدري وتيجي تقدم إن شاء الله وبالتوفيق للجميع. طبعا قلنا ان سعر كراسه الشروط 200 جنيه للمؤهل العالي، وباقي المؤهلات بقى الاخرى بعد المؤهل العالي يعني هتبقى ب 100 جنيه. والتقديم من شتى جميع انحاء الجمهوريه بمقر الهيئه اللي احنا قلناه هنا يا جماعه تمام. يعني التقديم يا جماعه لاي حد في اي محافظه من محافظات مصر. ده كان موضوع خاص بوظائف هيئه الطاقه النوويه ووزاره الكهرباء.
ان شاء الله بالتوفيق للجميع. لو استفدت من الفيديو ادعمنا باللايك واشتراك في القناة، وان شاء الله القاكم في حلقة جديدة مع ايهاب الانصاري وقناة عالم نت، قناة خدمية خاصة بالتعليم والخدمات لحضراتكم. اشكركم وانهي كلام بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.